بعد 8 أشهر من التنافس المستمر لبطولة كأس وزير الشباب والرياضة للفرق الشعبية، تأهل فريقا البصرة وذي قار للمباراة النهائية لهذه البطولة التي تعد الأكبر في العراق نسبة لمشاركة 15,000 فريق شعبي من عموم محافظات العراق. الختام جرت أحداثه على ملعب الشعب الدولي، والذي انتهى شوطه الأول بتقدم ذي قار بهدفين نظيفين. أنا اليوم تضع أقدام أبنائنا أديم ملعب الشعب الدولي، وأن يكون هنالك جائزة ثمينة لسفرهم خارج القطر، هنالك بطولة أخرى قادمة. أنا أعتقد هو الغاية التنظيم أولئك الشباب بهذا العدد كتنظيم وإدارة، هو الهدف الأسمى قبل أن يداع الكرة في الشباك. الفرق اللي تشارك الآن هاي ثقافة رياضية عامة، هاي هذا إنجاز كبير بالنسبة لوزارة الشباب أن تحقق هذه البطولة. أعتقد نتائجها النفسية والتربوية على الأشبال والناشئين راح تكون كبيرة. يعني لاعب من يلعب ملعب الشعب وهو فريق شعبي ممكن يولد طموح لدى الطفل أن يلعب في ملعب الشعب وبالتالي يمثل العراق. فريق البصرة هو في الشوط الثاني اختلف أداء لاعبيه من خلال هجماتهم على مرمى فريق ذي قار سعيا لتقليص الفارق الذي جاء لهم في منتصف الحصة الثانية، إلا أن النتيجة بقيت لفريق ذي قار الذي تفوق في هذا اللقاء بهدفين لهدف. البطولة شارك بها أكثر من 15,000 فريق، 15,000 فريق مسجلين بوزارة الشباب والرياضة محافظة ذي قار للمرة الثالثة على التوالي تحصد البطولة. الحمد لله والشكر جاء مو من فراغ ولكن من تعب وجهود مديرية الشباب والرياضة ذي قار واضحة بهذا. إنجاز إن إحنا مثلنا محافظة البصرة خير تمثيل، وبالنهايات إحنا كنا الفريق المفضل، بس هي كرة قدم فوز وخسارة، والحمد لله والشكر الله يوفق الفريق الفائز وإحنا الله يعوضنا إن شاء الله بالجايات. المسؤولون الرياضيون في محافظة ذي قار طالبوا الوزارة بالاهتمام أكثر بالبنى التحتية في المحافظة والتي تسخر بعديد المواهب ولمختلف الألعاب. هناك طاقات رياضية كبيرة واعدة في محافظة ذي قار، نحتاج ونطالب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية دعم هذه الفرق، الاهتمام بالبنى التحتية. محافظة ذي قار تفتقر افتقار كبير إلى البنى التحتية، لا يوجد ملعب كبير في محافظة ذي قار. ندعو معالي السيد وزير الشباب والرياضة للتدخل لإكمال ملعب ذي قار الأولمبي والمدينة الرياضية في محافظة ذي قار خدمة لأبناء هذه المحافظة. للمرة الثالثة على التوالي فريق الناصرية يخطف لقب بطولة كأس وزير الشباب والرياضة والتي تعد الأكبر في العراق من ناحية عدد الفرق المشاركة. كريم درويش، الحرة، بغداد.